أهلا بكم إلى نقطة حوار جديدة. أنا رشا قنديل. اليوم يا سادة ليست لدي مقدمة، لدي حكاية. في عام 1972 اشتبه حارس في مبنى ووترغيت على أقفال على بعض الأبواب بالمبنى، اشتبه فيها من المواطن للشرطة، قبضت على 5 أفراد تلقوا رشاوى للتجسس على الحزب الديمقراطي لصالح الرئيس أنذاك نيكسون. تلقفت صحيفة واشنطن بوست القضية ونسجت، أكرر، نسجت قضية أمام الضمير الأمريكي في حملة صحفية لكشف الحقيقة قادها الصحفيان الزميلان كارل برينستون وبوب وودورد. ديب ثروت باسمه الحركي كان فاعل الخير الذي أمد الصحفيين بالصلة بين عملية السطو التجسسي تلك وأرفع أجهزة في الدولة، وزارة العدل، مكتب التحقيقات الفيدرالي، وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، وصولا إلى البيت الأبيض. استمر النشر، هجمة لا هوادة فيها شنها أنصار الحزب الجمهوري ونيكسون على الصحيفة، وضغوط هددت الصحيفة واشنطن بوست بالإغلاق وانتهاء تاريخها الصحفي. اتهامات بالعمالة وبالتخوين وإحداث الفوضى والتواطؤ وصلت إلى صفر. انتصرت واشنطن بوست وانتصرت نيويورك تايمز. هي الصحافة إذن المواطن، الصحفي والعدالة، ثلاثية التمكين لسلطة الصحافة التي لا تصمت. عامان كاملان، معركة نيكسون واشنطن بوست، المحصلة محاكمة نيكسون، إجباره على الاستقالة، عزل بعض مساعديه. الحزب الجمهوري فقد 5 مقاعد في الكونغرس و49 مقعدا بمجلس النواب لصالح الديمقراطيين. اليوم بعد 46 عاما، واشنطن بوست وصحف وقنوات وصحفيون آخرون في الشرق الأوسط والغرب يخوضون معركة جديدة، قضية تخصهم هذه المرة، صميم حرية التعبير وحماية الصحفيين، قضية جمال خاشقجي. إن كانت القضيتان مختلفتين أو متشابهتين، هذا أمر تحددونه حضراتكم في حديثكم إلي اليوم. ما الفارق بين ما وصفتموه أنتم بالصحافة الموثوقة أو الموثقة، والصحافة الموجهة، والصحافة مدفوعة الأجر، وصحافة المكايدة؟ أريد أن أستمع إلى تقويمكم أنتم لأدائنا نحن معشر الصحفيين في كل العالم وفي الشرق الأوسط خصوصا لمقتل جمال خاشقجي. ما مفهومكم عن المهنية؟ هي الحياد، الموضوعية، قول الحق؟ وما هو الحق برأيكم ومن يدافع عنه؟ وسائل الاتصال كالمعتاد، يمكنكم الاتصال هاتفيا برقم 0044-2031-6200-22. يمكنكم المشاركة عبر الحوارات المنشورة على صفحة شارك برأيك على موقعنا على الانترنت، أو عبر صفحات البرنامج على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، جوجل بلس، أو على حسابي على تويتر رشا قنديل بي بي سي. سأتابع مع حضراتكم ما تقومون بنشره اليوم، سواء على مواقع التواصل الاجتماعي، على صفحاتنا نحن، حتى في المحافل العامة، كما سيتابعها عن كثب زميلي حازم الخولي الذي سيرصد لنا الآن كيف بدأ الحوار. بعدين أثناء الحلقة نستمع إلى آرائكم مفصلة. حازم، مساء الخير. أهلا بك رشا. رشا، في حوار اليوم المشاركون عبروا عن رأيهم في طريقة تعاطي وسائل الإعلام سواء العربية أو العالمية مع قضية مقتل خاشقجي. هناك بالطبع انتقادات وجهها البعض في الحوار إلى تلك الوسائل بما فيها بي بي سي بشأن طريقة التغطية أو دوافعها. سنتعرف بالتفصيل على كل ذلك لاحقا مع عرض الأمثلة للمشاركات التي وردت في حوار اليوم. سننتظر ذلك بالتأكيد حازم، لأنه أنت محور هذه الحلقة اليوم وما ترصده من وجهات نظر المشاركين. أشكرك شكرا جزيلا. سنعود لحازم في سياق الحلقة. مباشرة أريد أن أستمع إلى آرائكم، آراء حضراتكم في المشاركات الهاتفية. أهلا وسهلا بكم، وسأتحول إلى المشارك الأول الآن، أستاذ حسن مصطفى من النرويج. أهلا وسهلا بحضرتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، أهلا وسهلا، تفضل. أول مسألة، الأمران مختلفان تماما، ونحن لا نشك أبدا بقدرة الصحافة على كشف الحقيقة، وهذا ما يؤكد أن كثير من الأحداث في العالم قامت بسبب تحقيقات أو بسبب صحفيين، هذا أمر لا نشك فيه. القضيتان مختلفتان لعدة أسباب. السبب الأول أن القضية في ووترغيت هي قضية أمريكية صرفة، لا تدخل فيها المصالح السياسية والاقتصادية ومشابكات السياسة الدولية المعقدة، وهذا يجعلها أكثر أهمية للتعرض صحفيا لها ولا أقل؟ يعني أنا قصدت فقط بووتر جيت أن يعني أسرد قصة في البداية، لكن هي ليست محور حديثي. قصة جمال خاشقجي حضرتك محق 100% أنها قضية دولية. ماذا أين يضعها ذلك في عين الصحافة؟ يضعها في عين الصحافة، الصحافة الغربية والأمريكية، وأنا أخص بالضبط الواشنطن بوست وبعض الصحف التي تعاطت مع القضية
باعتبارها قضية شخصية. ولا ننسى أن المشؤوم كان يكتب في الواشنطن بوست على 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 وجه التحديد. ولكن السؤال الآن، هل ستنتصر الواشنطن بوست أم لا؟ هذا هو السؤال. وما هي النتائج التي ستترتب على هذه الحملة؟ حضرتك ترى أن واشنطن بوست قضيتها مع مع جمال خاشقجي أو ما حدث لجمال خاشقجي كانت قضية شخصية، هل هذا يعيبها ولا العكس؟ لا 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 العكس تماما. أنا ما قصدته أخت رشا أن الأمر الآن يختلف مع قضية ووترغيت، حول أن المقصود بهذه هو فرد من أفراد هذه المؤسسة الإعلامية، وبالتالي هذا لا يعيبها، على العكس بل يجعلها أكثر حماسا ويجعلها أكثر لنقل استشراسا للوصول إلى الحقيقة التي تنحدها، وهذا قد يعرضها لأمور بدأت للأسف بوادرها تلوح الآن بقضية ما نسميه الطرود المشبوهة. وأنا يعني لا أستطيع أن أفصل هذا عن ذاك بالتأكيد. حضرتك تذهب إلى الربط بين هذين الأمرين، نحن طبعا لا نستطيع الجزم بذلك، لكن حضرتك بالتأكيد لك رؤية ونحترمها. أظل مع مشاركات حضراتكم الهاتفية. سمحت أستاذ حسن أن تبقى معي بعد إذنك، وأريد أن أستمع الأستاذة آسيا من تونس. أستاذة آسيا مساء الخير. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. هل القضية موجودة بالأساس ولا الصحافة واشنطن بوست نحن الصحافة في الشرق الأوسط صنعت منها قضية؟ هل هناك قضية؟ طبعا هناك قضية، والإعلام بالتأكيد وراء الاهتمام بهذه القضية ويعني منحها كل المتابعة، والتي تتحول من إلى قضية دولية، ليس لأن الأمر يتعلق بصحفي أو القلم فقط، ولكن لأن ما رافق هذه الجريمة من تفاصيل دقيقة مرعبة وبشعة يعني تجاوز كل الحد يعني كل الخيال. أنا سأمر من موضوع معناتها مرتبط بالحياة اليومية في تونس. نحن نعاني منذ 3 سنوات قضية غياب صحفيين تونسيين في ليبيا، لا أحد يعرف مصيرهما، ولكن المسألة مختلفة لأن هناك في هذا البلد غياب للاستقرار، جماعات إرهابية مسلحة تسيطر على المشهد، ولا أحد يعرف مصير الزميلين الصحفيين التونسيين المختفيين. الأمر مختلف فيما يتعلق بقضية ملف خاشقجي التي ستعد يعني أخطر جريمة فضيحة أو جريمة العصر، لأن هناك معناتها مرتبطة بدولة بنظام بسلطة، لأنه الرجل تم تصفيته في قنصلية بلاده التي يفترض أنها أكبر مكان آمن لكل مواطن يلجأ إليه. اليوم طيب. القضية إذا حضرتك تسمحي لي أستاذة أسيا أن أتوقف عند هذه التفصيلة لأنها هي تقريبا محور الحديث. هل هناك قضية، هل هناك إشارة قبل سابق أو قبل أوانه إلى منفذ ما حدث لجمال خاشقجي في مقتله؟ هل هناك استباق من جانب الصحافة؟ هل القضية أصلا مصطنعة من جانب الصحافة؟ هذه الأسئلة وغيرها أطرحها على ضيفتي في الاستوديو، الأستاذة أريج الجهني الأكاديمية والكاتبة السعودية. أستاذة أريج أهلا وسهلا بحضرتك مجددا في استوديوهات بي بي سي. حضرتك لك مقال لافت جدا اليوم، أعتقد أنه سيكون محور حديثنا والتعليق عليه طبعا. أولا حضرتك وصفتي أن هناك قدر أو حجم مما وصفتيه بالوقاحة الإعلامية التي تواجهها السعودية ليلا ونهارا. ماذا قصدتي بالوقاحة؟ أقصد فيها يعني مثل ردود الأفعال أنه القنصليات غير آمنة، مثل العبارة التي تفضلت فيها الأخت، هذا غير صحيح إطلاقا، لأن ما زالت يعني السفارات في الملحقيات في الخارج هي ملجأنا. أنا طالبة مبتعثة هنا قبل أن أكون أكاديمية أو شيء آخر. ستبقى الحكومة السعودية هي ملجأنا الأول والأخير كشعب، لا نستطيع أن نتحامل على حكومتنا بهذا الدرجة. لو كان الانتقاد الموجه انتقاد مهني سنرحب بذلك بشدة، بل على العكس، وهذا ما قامت به الحكومة السعودية من ناحية أنها أمرت بالتحقيق والمطلوبين تحت الإجراءات الأمنية الآن. لكن التحامل على المملكة ومحاولة إظهار أن المملكة العربية السعودية دولة إرهابية وتقتل مواطنيها، هذا أمر غير
مقبول على الإطلاق. طيب أولا، هل كل الجهات الإعلامية التي تناولت القضية مارست هذا النوع من عدم المهنية كما تصفينها، ولا كان هناك درجات، ولا أعتقد هناك تفاوت يختلف، يعني كل وحسب أجندته أو حسب الأيديولوجيا التي يرجع لها. إذا أردنا أن نفهم الحملة الموجهة ضد المملكة، علينا أن نفهم ما وراء الحدث أو ما وراء الأخبار. فمثلا الحملات الانتخابية التي تنتظر ترامب وتنتظر أردوغان، كل هذه الأمور الأحزاب التي سواء معه أو ضده يحاولون أن يفتعلون أزمات لتشتيت الرأي العام عن المصير الذي ينتظرهم. بغض النظر عن ما ينتظرهم، أنا منشغلة بدولتي، فعندما يتم توجيه الاتهامات الكاذبة والمضللة ضد وطني كأكاديمية أو كطالبة مبتعثة، بالطبع سأتأثر. طيب مسألة الأكاذيب ومتى نشرت ومن الذي نشرها، خلينا حضرتك نعرض لها. وبالمناسبة لدي يعني ملف طويل وعريض لقضية جمال خاشقجي، بس لمتابعة الصحافة والإعلام. أولا، بعد 20 يوم من التأكيد السعودي الرسمي على لسان بيان للقنصلية السعودية في تركيا أنه الأستاذ جمال غادر السفارة حيا بعد أقل من نصف الساعة، وكل من تساءل عن ذلك حتى على مواقع السوشيال ميديا كان يقال له أنه يفتعل أمرا غير موجود. النص كان يقول أنه اتخذت الإجراءات اللازمة لاستجلاء الحقيقة بعد ذلك بأيام من جانب الخارجية السعودية. هذا الفارق في 20 يوما، ألا ترين أنه فتح الباب أمام إما الترويج للأكاذيب التي تصفينها أو يعني ممارسة أجندات إعلامية من جانب بعض الجهات؟ ما أتفق معك. نعم، أنا أعتقد ربما عدم الشفافية بالبداية، وهذه ربما أسميها كانت مثل حالة إنكار فطرية في البشر. عادة الشخص عندما يشعر بالتهديد فهو يتجه للإنكار. بالطبع أنا لا أبرر هذا كممارسة إعلامية، ربما أنا أتحدث عن رأي العام. عادة عندما يشعر الإنسان بالتهديد فهو يحاول أن يوجه الاتهامات في شكل مطلق. ربما السعوديون عندما جاءهم هذا الخبر، لأنها وكما ذكرت في نفس المقال بأنها صيحة وكانت كارثة، وأنقل أيضا أحر التعازي لأسرة الفقيد جمال خاشقجي لأنها أساءتنا جميعا. ففي النهاية أنا ككاتبة رأي هذا الأمر أيضا يمسني في حياتي الشخصية، لكن الذي حدث كما تفضلت أنه التعتيم الذي حدث في البداية هو الذي ربما جعل البعض يقوم بتفسير الأمور بطريقة غير مهنية، وأنا أرى ذلك. لكن الحكومة السعودية تداركت ذلك. وهناك أمر أود أن أشير له، أن الحكومة السعودية في عهدها الجديد تغيرت تماما عما كان سابقا. فربما في السابق كان البعض ربما يميل إلى سماع المدائح أو سماع أو تزييف الحقائق لنقول ذلك، ولكن الذي أراه الآن ككاتبة هم بالعكس، هم يريدون أن يرون أن يسمعون الحقائق وحرية الرأي، هم يدعمون ذلك. لذلك أنا تساءلت في نهاية المقال وقلت هل سيكون هذه الكارثة اللي نسميها التي حدثت، أو هذه المأساة التي حدثت وأساءتنا جميعا نحن كشعب سعودي قبل أي شخص آخر، هل ستكون بداية صفحة جديدة لمراجعة الممارسات الإعلامية، تمكين الأشخاص المتمكنين، تمكين الأصوات المتخصصة؟ لأن كما تفضلت، عندما يحدث تضليل إعلامي وتتنقله الوسائل الأجنبية، هم بالأخير يعتمدون على مصدر معين. فعلينا مراجعة هذه المصادر، علينا تحديثها، أيضا رفع الوعي المجتمعي فيما يقال. ومن المهم أيضا أن أذكر نحن كسعوديين مللنا من دور لعبة الضحية، فلذلك أحيانا في بعض الأحيان تحدث ردات فعل عكسية، وليس لأن الشعب مندفع أو نحو ذلك، بل لأننا في المقابل أنت أمام ترسانة إعلام متخصص وذا خبرة وذا باع طويل، وبذات الوقت أنت أمامك جيل شاب، 70% من المملكة العربية السعودية من الأجيال الشابة. فعلينا تمكين هؤلاء الشباب وأيضا رفع وعيهم في كيفية الرد على هذه الأمور. كلام محترم للغاية. حضرتك أثرت نقطتين غاية في الأهمية، سأذهب إلى المشاركين الكرام معنا اليوم أبطال هذه الحلقة إلى جانب حضرتك، وبعدين سنعود إلى مناقشة النقطتين. والنقطتين هما، إذا ما أراد المشاركون الكرام يعني يبدون آرائهم فيها، هما مسألة أنه لم يعد هناك مقبول المديح للمديح، وهذه وجهة نظر حضرتك، والأمر الآخر أنه هناك تقبل للرأي والرأي الآخر وفتح باب المجال لحرية التعبير في السعودية. ما رأي حضرتك في ذلك أستاذة سهير سعداوي من لبنان؟ أهلا وسهلا. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي. شكرا لإتاحة الفرصة للمشاركة، وأريد أترحم على صحفي جمال خاشقجي وأن أقدم التعازي لعائلتي.
بالنسبة للتغطية العربية بالفعل كانت مخجلة وضعيفة جدا باستثناء قناة الجزيرة التي كنا نتابعها من أجل معرفة ما أكثر ما يمكن عن الحقيقة. الحين بقية الإعلام العربي كانت صامت مثل صامت الدولة السعودية والعائلة الحاكمة السعودية، صامتوا جميعا ولم يتكلم الإعلام العربي إلا بعد أن وقع الضغط الدولي على السعودية وعلى العائلة الحاكمة هناك، فأجبروا على التكلم والإنكار، وكان الإعلام العربي يتابع وينقاد وراء كل ما تقوله السعودية. يعني أستاذة سهير، حضرتك ترين أنه سواء الجزيرة أو وسائل إعلام عربية أخرى لكنها قليلة فرضت ضغطا هي والإعلام العالمي على المملكة وعلى الرأي العام العربي أن يتم كشف ملابسات هذه القضية؟ نعم، ولو لم يكن هناك هذا الضغط الدولي خاصة من الصحف والإعلام الغربي لما عرفت أي شيء حول قضية مقتل خاشقجي. فمثلا نحن في تونس هناك لاعب اسمه محمد عقيد توفي في السعودية من 30 سنة، وقيل أنه مات بواسطة صاعقة أثناء التمارين الرياضية هناك، ولكن الآن بعد أن وقع إعادة قصف القضية اكتشفنا أنه توفي بطلق ناري ولم يعرف عليه أحد ولم يسمع عنه أحد. فالإعلام الذي فرض على السعودية أن تتسلم على الإعلام العربي أن ينطق. حضرتك طرحتي النقطة أو ذهبت إلى النقطة التي ذهبت عليها أستاذة أريج، أنا بس أريد أن أقسم هذا الحوار لأجزاء صغيرة كي لا يفوتنا أمر، لأنه في الواقع ما حدث كان كثيرا، يعني أحداث كثيرة. أستاذة أريج، حضرتك ذهبت إلى قضية حرية التعبير وأنه هناك عهد جديد يسمح فيه بالتعبير عن آراء مختلفة، لماذا تحدث جمال خاشقجي عن خشيته من العودة إلى السعودية في سبتمبر أيلول إذا لم أكن مخطئة؟ لا أعتقد ذلك، لأن الحكومة السعودية دعته عدة مرات إلى العودة، وهو أيضا مقرب جدا بالمناسبة من الأسرة الحاكمة. أود التعليق على رأي الأخت سهير بعد إذنك. المملكة العربية السعودية أكبر من أن تجبر يعني على إجراء تحقيق أو ذلك. المملكة العربية السعودية دولة قوية وشامخة، وليست القنوات التي تحركها. أيضا القول بأن القنوات أو غيرها هي التي تقيم علاقات الدول قول غير واقعي على الإطلاق وبعيد عن المهنية أيضا إذا أردنا التحدث عن المهنية. فنحن لا نستطيع تقييم علاقة المملكة العربية السعودية بحلفائها فقط ل18 شخص قاموا بجريمة ربما هدفها إحراج المملكة العربية السعودية وأيضا إثارة هذه البلبلة، لكن المملكة العربية السعودية غير مجبرة كما تفضلت الأخت على أنهم لم يجبرها أحد على إجراء القوانين. هذا الأمر للأسف أود أن أوضح أمر جدا مهم بعد إذنك أستاذة رشا، نحن هنا للتفسير وليس للتبرير. أنا كأكاديمية أود أن أفسر الذي حدث لا أبرر الذي حدث، لأن دولتي ليست بحاجة للتبرير. هل تعتقدين أنه ربما هذا اللغط لا هذا النوع من الخطاب الإعلامي المرتبط بشكل ما أو المتوافق حتى نعم. بوجهة نظرك الحرة مع الخطاب السياسي يرى فيه شكل من أشكال العجرفة، أنه أولا ليس هناك من دولة فوق سلطة الصحافة وأيا كان حجم الدولة وتاريخها بكبرها هذا لا يعني أنه هي غير خاضعة للنقد وبالتالي المحاسبة. والدليل على ذلك مسألة حرية التعبير، أنه مراسلون بلا حدود في فبراير هذا العام نشرت تقريرا في الواقع قالت فيه أن السلطات السعودية احتجزت 15 صحفيا بشكل تعسفي، نشرت أسماء هؤلاء الصحفيين وذكرت أنه اسمحي لي السؤال سيكون قاسي بعد شيء، وقالت أنه في المقابل اختار آخرون وفقا للمعلومات المتوفرة لدينا الارتماء في خندق الرقابة الذاتية. اسمحي لي أكرر، الارتماء في خندق الرقابة الذاتية. لما أقرأ مقال حضرتك أو يقرأه غير المقتنعين بوجهة النظر التي عرضت لها، ولما حضرتك تقولي إنه هم لن يتعاطفوا معنا حتى وإن رأوا الدمال تسيل في شوارعنا ولنا في سوريا عبرة مؤلمة، وهذا كلام لا أحد يستطيع أن ينكره، لكن ما جزء من ذلك يعلم فيه على السعودية وحلفاء الولايات المتحدة؟
بالنسبة لأهمية الإعلام لا أحد ينكر دور الإعلام، بل على العكس نحن الآن نسعى إلى تأسيس قاعدة إعلامية جديدة بدماء شابة بعقلية مختلفة. أنا أتفق معك أنه في بعض الأحيان قد تكون اللغة الصادرة غير مناسبة أو غير مهنية، هذا أمر واضح لنا كأكاديميين وكقراء، ولكن في المقابل أن أصبح أنا كشخص أود أن أفسر الذي يحدث من وفق منطلقات فكرية بناء على أسس بناء على أساس سليم، يختلف تماماً عندما يتحامل الكل علي وأشعر بالتهديد. اللهجة الحادة أو اللهجة التهديدية، أتمنى أن نتفق جميعاً كإعلاميين وكتربويين وككتاب رأي أن نتنازل قليلا عن هذه الحدة، لأن أعتقد أنها لا تخدم أحد، سواء الحدة الصادرة منا أو لنا، لأن التحاور بهذه اللهجة أو تبادل الاتهامات لا يخدم أحد بالأخير. أنا حزينة أن يتم توظيف مقتل جمال خاشقجي من قبل دول ومن قبل منظمات مختلفة فقط للنيل لأجندات معينة، سواء كان هدفها النيل من المملكة العربية السعودية أو أمر آخر. نحن نحترم الجميع ونقدر الجميع، لكن في النهاية أنا أتمنى أن لا يتم وضع أي دولة أو حتى أي دولة عربية، وهذا بالمناسبة مهم لنا كلنا كعرب. لماذا نجد نفسنا مضطرين أن نفسر للغرب كل ما نريد أن نقوم به؟ نحن نحترم مهنيتهم، لكن في المقابل نحن كشعوب لنا سيكولوجيا مختلفة، لنا طريقة مختلفة نعبر بها عن غضبنا عن هذه الأشياء. أنا أتفق معك أنه يجب أن يتم هذا الأمر في نسق مهني عالي، وهذا ما نسعى إليه. تمام، نلتقط أنفاسنا ونستمع إلى مشاركة مصورة وصلتنا من سامي دياب مواطن مصري مقيم في السودان، من ثم نعود إلى الأستاذة أريج. بين الإعلام العربي والإعلام الغربي في تناول قضية المرحوم الخاشقجي هو الفرق بين الإعلام السلطوي الموجه والإعلام الحر. رأينا محاولات إعلامية من بعض وسائل الإعلام العربية تحاول تضليل الرأي العام ونشر بعض الروايات التي تتحدث عن نظرية المؤامرة، نظرية الخداع، وأن المرحوم الخاشقجي ما زال على قيد الحياة وغيرها. لكن رأينا خط واضح جدا، خط شفاف من الكثير من وسائل الإعلام الغربية وبعض وسائل الإعلام العربية القليلة لكشف حقيقة ما حدث للشهيد الخاشقجي. أظن أنها الديمقراطية وأنها الحريات في المجتمع الغربي التي تؤدي إلى وجود هذا الإعلام، والقهر والقمع في المجتمع العربي الذي يؤدي إلى هذه الحالة. أستاذ سامي دياب طرح قضية مهمة لها علاقة بنظرية المؤامرة في أي الاتجاهات. أريد أن أعود إلى الأستاذة أريج بسؤال بعدين يعني أستمع إلى وجهات نظر حضراتكم. حضرتك قلتي لماذا نفسر الغرب كل ما نقوم به؟ الواقع يقول المعطيات التي نعرفها أن واحد، هذه ليست سياسة جديدة تطبق، هذه جريمة قتل، احتمال تكون اغتيال مرتب له، وهذا ما ذهبت إليه في النهاية التحقيقات السعودية على أي حال، وبالتالي لا يعني نتخطى حدودنا الصحفية. في حالة جريمة القتل تجاه صحفي مرتبة في دولة أخرى، القضية بالتأكيد ستكون أولاً الرأي العام سيكون فيها غاضباً. واشنطن بوست ضغطت في اليوم الذي لم يخرج فيه جمال خاشقجي، بعدين السعودية قالت خرج، تركيا طالبت بتفتيش القنصلية، تفاصيل الإعلام التركي، واشنطن بوست مجدداً تحدثت عن الاستخبارات التي رصدت الاتصالات. لا أريد أن يعني أمل حضرتك بالتفاصيل، لكن ما أريد أن أقول هو إنه واشنطن بوست، فاينانشال تايمز، الإعلام الغربي وبعض وسائل الإعلام العربية أياً كانت أجندتها، قالت من قتل جمال خاشقجي، أين جثة جمال خاشقجي، من المسؤول، وكيف ومتى رتب لذلك. وهذه أسئلة صحفيا من حقهم طرح الأسئلة، والحكومة السعودية الآن وضعت تحقيق حول ذلك بكل شفافية وأعلنت عن ذلك. ولكن أنا أستغرب أيضا من ناحية المقارنة بين نقطة التغطية الإعلامية، بعد إذنك إذا تسمحي لي علقة، أعجبني ما طرح الزميل. من المهم نحن كعرب أن نفهم السياق الثقافي والاجتماعي الذي ننطلق منه. بالطبع الإعلام الغربي ينطلق من منطلقات مختلفة،
نحن مقبلون على الهوية العالمية، أو بالأصح لنقل أن ما يهم رشا هو يهم أريج، هو يهم جينيفر، هو يهم كل أصبحنا كنساء وكمجتمع لدينا اهتمامات مشتركة، فلا نستطيع أن نجزئ الاهتمامات ولا الأولويات. لذلك الإعلام الغربي عندما يتحدث من لنقل مستويات عالية جدا من الحرية، لأنه يعلم أن القيمة الحرية هي أعلى قيمة يعيشها أو يمارسها المواطن الغربي. بالمقابل لو جئنا فكرنا ما هي أعلى قيمة يفكر فيها المواطن العربي؟ الاستقرار، لقمة العيش. نحن في منطقة مضطربة كما ترين، الحروب والقلاقل. بالحقيقة أنا أحزن على واقعنا سواء كإعلام، أنا لا أعتقد أن الإعلام العربي بحالة جيدة، وهنا لا نحمل الإعلاميون وحدهم هذا الشيء، بل نحن كمنظمات مجتمعية، كجامعات، كأفراد، ما دورنا أيضا في حماية الإعلام؟ هناك لبس دائما يحدث في العقلية العربية، وهي أن الأشخاص عندما كما تفضلت وظيفة الإعلامي أن يطرح الحقائق والأوراق كما تقومين الآن أو كما يقوم كل إعلامي نزيه، ويسأل الأسئلة ويتساءل. نعم. الذي يحدث، الفرق بين تقبل الوعي الغربي ووعي المجتمع العربي، وأنا هنا أتحدث عن حالة عامة، عن موضوع النقاش لنقل، أنهم السياق الغربي يعمد على الحرية وحرية الفرد، لكن نحن في المجتمع العربي ربما بدأنا الآن لنقل آخر 5 سنوات كما ترين، يعني تغيرت تشكل الأسر، تشكل المجتمع، الحروب التي تحدث، ميل الكثير من الشباب إلى الوحدة والعزلان والعزال لنقل، وبقي الإعلام بعيد عن هذا. مثلا في الأسبوع الماضي في خضم هذه المشاكل، ما الذي كان يشغل الرأي العام لنقل مثلا في الشارع السعودي أو في الخليجي؟ بجانب مقتل هذا أيضا توجد قضايا أخرى. وظيفة الإعلام ولنقل الإعلام العربي، وأيضا للأسف يعني بعض الوسائل الإعلامية التي تمثل مثلا المملكة، ربما هذا أحد النقاط، لأني أنا قرأت النقد الموجه مثلا بأنها لم تكن واكبت بذات المستوى الذي ذكرتي. سأقول لحضرتك نعم. أنه كان هناك غياب تماما لقصة نعم. جمال خاشقجي نعم. لأكثر ذلك. من 15 يوما إذا وأنا أعتقد يا أختي الكريمة بأن وأنا لا أفسر لا أبرر، أود أن أوضح هذه في كل مرة، أفسر ذلك أنه حالة إنكار، وحالة الإنكار هذه غير مستغربة بالنسبة لي، لأنهم إما الإنكار لأنهم يعني نسبة إلى تاريخ الدولة السعودية أنه لم يسبق أن يحدث هذا، والأسف أنه حدث، وأيضا هناك سبب آخر، أن الشعور بالتهديد مع السنوات الأخيرة، أنت تشاهدين ربما مع التطورات، مع الأعمال التي تقدم عليها السعودية، أنا كامرأة كيف تطورت تغيرت حياتي. أنا أفتكر أنه نحن تحدثنا في الليلة التي رفع يعني. فيها الحظر على القيادة للمرأة السعودية، وحضرتك كنت يعني تمتدحين الذين طلبوا بهذه أو خرجوا في بداية الحملة أو السامحين بها أو ما شابه، ولكن فكرة أنه الإعلام ينبغي أن يكون انعكاسا لسياسة الدولة ولا يكون ناقدا لها، هذه نقطة أريد أن أشرك معنا بعض من السادة الأفاضل الموجودين. أستاذة سهير، ما رأي حضرتك فيما استمعنا إليه فيما يتعلق بالاختلاف بين وعي المتلقي العربي وبين وعي المتلقي في الغرب من حيث مفهوم الحرية؟ أستاذة سهير، أطلنا على أستاذة سهير أعتقد وذهبت لتفعل أمرا آخر. أستاذ حسن مصطفى من النرويج. سيدتي الكريمة، أستاذة سهير نعم، كنت أسأل حضرتك عن هل ترين أنت اختلافا أو فرقا بين وعي المواطن العربي المتلقي للصحافة والإعلام وبين وعي المواطن الغربي الذي يتحدث عن الحرية؟ أنا شخصيا لا أرى أنه ينبغي أن يكون ذلك مثالا لا يحتذى ولا غير يحتذى، هي مقارنة للدراسة. تفضلي. أستاذة سهير فقدناك مرة أخرى. طيب، هناك واضح مشكلة في الاتصال في الخط مع الأستاذة سهير. أستاذ حسن مصطفى من النرويج، أتمنى أن حضرتك تكون تسمعنا. أسمعك جيدا أختي رشا. نعم أستاذ حسن. سيدتي الكريمة، سيدتي الكريمة، الفكرة التي طرحتها الأخت وجه لها التحية طبعا، حول قضية تناول كل منهما للحرية، باعتقادي وهذا رأي شخصي طبعا ولا يلزم أحد، أن المفاهيم لا تتغير،
طريقة تناول هذه المفاهيم هي التي تتغير حسب الظروف التي يعيشها كل مواطن. وهي عندما ضربت مقارنة بين المواطن العربي والغربي وطريقة تناولهما للحرية، فباعتقاد الشخص هذا لا يغير من الأمر شيئا. وإذا رجعنا إلى القضية التي هي موضع حوارنا الآن، باعتقادي أن هناك قضية بصرف النظر عن طريقة تعامل الصحافة العربية أو الغربية، هناك قضية جريمة بكل ما تسميها الكلمة، سميها ما شئت، ولكن اعترفت بذلك الحكومة السعودية بعد مدة من الزمن وبناء على تحقيقات ووثائق، سميها تسريبات ما شئت. نحن الآن أمام جريمة، والصحافة تعاطت مع هذه الجريمة على نحو ما. كيف تناولت هذه الصحافة وما هي دوافعها؟ الآن هذا الأمر لم يعد مهما ما دام هناك اعتراف، ما دام هناك موقوفون على ذمة القضية. ما يهمني الآن أنا كشخص يبحث في هذا المجال، كما ذكرت قبل قليل، أريد أن أصل إلى نهاية الخط وأن أعرف كل ما يتعلق بهذه القضية. أين الجثة؟ طيب ماشي، وين الجثة الآن؟ لماذا لم تظهر بعد 22 يوم؟ هناك 18 موقوفا. بصرف النظر إن كانت صحافة موجهة، إعلام سميه مأجور، سميه ما تشائين، لكن باعتقادي هذا لا يغير من توصيف القضية على أي حال من الأحوال. طيب نذهب إلى الأستاذ أريج للتعقيب على ذلك. حضرتك ذكرت إلى جانب ما قالها الأستاذ حسن أنه هذه المرة الأولى التي يحدث فيها حدث كهذا في السعودية. كما ذكرت لحضرتك صحفيون بلا حدود قالت أنه هناك 15 حالة سابقة. أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة قال ليست هذه المرة الأولى التي يستهدف فيها معارضون في الرأي أو صحفيون في السعودية. طالما أنت صاحب رأي فأنت معرض للخطر في أي مكان في العالم. هذا إذا كنا نتكلم من منطلق إعلامي، أصحاب الرأي عبر التاريخ وحتى في الدول الغربية وفي كل مكان يتعرضون. طالما أنت تعري فكرك للعالم فأنت دائما طبعا. بس هل حدث ولا لم يحدث؟ ولكن لم يعلن عن هذه الأشياء. وغير ذلك، الدولة السعودية سياستها ليست سياسة تصفيات أو حروب بوليسية. دولتنا من أشد الدول أمنا بفضل الله سبحانه وتعالى، ولا أتفق أبدا مع هذه الأطروحات مع احترامي لأصحابها. ولكن بالأخير أنا أتكلم من أرض الواقع الذي يحدث الآن. لو أرادت الدولة السعودية كما يدعون بطيء كتمان القضية، لماذا أمرت بهذا التحقيق؟ الملك سلمان بن عبد العزيز من أشد الناس عدلا ومنذ فترة حكمه في الرياض، وهو من أشد الناس الذين يسعون لتحقيق العدالة. حضرتك في سؤال أخير الأخير أنه هذه لهجة أو صحافة تعبوية موجهة، تقصدين الآن تعبوية تعبوية أن هناك هجوم علينا ينبغي أن نحتشد لمواجهة هذا الهجوم؟ أنا ذكرت هذا في البداية، أن البعض يريد أن يضعك في اليوم. أنا عندما أتيت أتيت لأفسر لا أبرر، لأني أنا لدي قناعة أنه لست أنا أو أي شخص آخر أبرر عن حكومة. أنا والله العظيم فهمت أن حضرتك تفسري لا تبرري، يعني بس أنا كنت يعني أود أن أختتم حديثنا الذي يعني أعتذر أنه طال. أعتذر لحضرتك قبل أن أعتذر طبعا للمشاركين، لأنني أيضا أريد أن أستمع إلى وجهات نظر المشاركين معنا والضيف في النصف الآخر. وأنا ممتنة للأستاذ أريج الجهني الأكاديمية والكاتبة الصحفية السعودية. بالمناسبة مقال الأستاذ أريج لأننا نؤمن بحرية التعبير موجود في صحيفة عكاظ، واسمه وحب الشجاع الحرب أورده الحرب. أولا أنا أحيي له يعني لغة حضرتك الرخيمة، وهذا تحدثنا عنه في السابق. أستاذ أريج أشكر حضرتك شكرا جزيلا. مرة أخرى أعود إلى مشاركات حضراتكم الهاتفية قبل أن نذهب إلى حازم ووجهات نظركم مسجلة. أستاذ منصور الحاج من واشنطن، مرحبا استاذ رجاء، اهلا وسهلا بحضرتك. هل اختلق الاعلام الامريكي ازمه لمحاصره السعوديه خصوصا واشنطن بوست؟ لا طبعا، الاعلام الامريكي لم يختلق اي ازمه لمعاداه السعوديه. واشنطن بوست نفسها او صحفيين في الواشنطن بوست نفسهم كانوا قد يعني مدحوا محمد بن سلمان والاصلاحات التي يعني يزعم انه بصدد يعني تطبيقها في السعوديه. جمال خاشقجي طبعا يعني ذكر الناس المتصلين والضيفه اهميته تكمن في انه صحفي، وحرية الإعلام أمر مقدس جدا في المجتمعات الغربية، ولذلك يعني يحرصون على أن يعني إيجاد الأسباب التي دفعت السلطات السعودية لتصفية. طيب بس أنا أريد أن أذهب إلى نقطة قد تبدو
هي فيها مخاطرة لأنها قد تبدو غير أخلاقية، بس ينبغي أن نناقشها. هناك كثيرون اختلفوا مع وجهات نظر الأستاذ جمال خاشقجي من قبل، يعني بان حقبة الثمانينيات حينما كان هناك دعم من جانب السعودية والولايات المتحدة ودول أخرى في المنطقة من بينها مصر وسوريا لما يوصف بمجابهة الاتحاد السوفيتي، يعني الجهاد في أفغانستان. هل هذا مهم في وضع قضية جمال خاشقجي على رأس الأولوية؟ كيف نرى وجهات نظره؟ هل نتفق أو نختلف معها؟ هو طبعا أفكار الأستاذ جمال هي محل جدل، في ناس تتفق معه وفي ناس تختلف معه. أنا لا أعتقد أنه خلفيته لها أي مكان يعني فيما يتعلق باللي حصل له. هو يعني يقال بأن له ارتباطات بالاستخبارات. الأمير تركي الفيصل أنكر هذا الشيء، قال أنه ليس لديه أي صلة بالاستخبارات، إنما هو كان مستشار إعلامي في السفارة في لندن وفي واشنطن. أنا بس أحب أرد سريع على الأستاذة أريج في الاستوديو. أستاذة أريج، أنه السلطات في السعودية تحاول لتبرير القمع المتواصل على الشعب، تحاول انه تظهر لهم ان يعني اذا لم يطيعوا الحكومه، اذا لم يستجيبوا يدافعوا عنها، سيحصل لهم ما يحدث يعني كما حدث في سوريا او العراق او دول الربيع العربي كاليمن. السعوديه ليست دوله تحافظ على الاستقرار الاقليمي والمحلي. هناك قمع متواصل، هناك حرب على اليمن معروفه للجميع، والنظر الى الصحافه السعوديه اليوم يعني وصلت الى حد بائس جدا في عهد محمد بن سلمان. طيب نقطه مهمه، قضيه حرب اليمن وقضيه الحقوق والحريات في السعوديه، بس انا للامانه الصحفيه استاذه اريج غادرتنا، لكنني ساطرح السؤال على اول من يتوافق معها في وجهات النظر لاحدث الأخلاقية في هذا الحوار. أستاذ منصور الحاج، أشكر حضرتك شكرا جزيلا وأعود إلى زميلي حازم. نحن نريد أعتقد 4 ساعات في هذه الحلقة لإكمال النقاش. حازم الخولي زميلي أتعرف منه على تفاصيل الحوار الإلكتروني. حازم، كيف رأى المشاركون الفرق بين تغطية الإعلام العربي والإعلام العالمي لقضية خاشقجي، وأنت من سطرت الموضوع بالأمس على أي حال؟ نعم رشا، كثيرون في الحوار رأوا أن هناك فرقا شاسعا بين تغطية الإعلام العربي ونظيره العالمي في طريقة التعاطي مع قضية خاشقجي. هناك من رأى أن تغطية الصحافة الأجنبية والمحطات الأجنبية للقضية هو كان سبب أو أحد الأسباب الرئيسية لمعرفة مصير الرجل بعد اختفاء استمر نحو 3 أسابيع. وهناك بالطبع آراء أخرى كثيرة في الحوار. هلا لو سمحت أعطيتنا أمثلة على هذه الآراء حازم. بالفعل رشا، من على صفحتنا على فيسبوك هناك مشاركة لأحمد بن وهاس تقول: الإعلام الغربي يعمل بكل قوة لنصرة القتيل خاشقجي وتبيان الحقيقة ومحاسبة الجناة. الإعلام العربي يدافع باستماتة عن النظام السعودي المتهم بالقتل وتمييع القضية حتى لا ينال الجناة العقاب. علي زناتي في مشاركة أخرى تقول: تغطية الإعلام العربي كانت ممنهجة، وقناة قطر وقناة الجزيرة مثلا كانت منبرا معاديا للسعودية لم تراعي فيها المهنية والموضوعية. قناة بي بي سي كان ينقصها عرض القضية كمؤامرة تحاك ضد الأمة العربية والإسلامية، أما الإعلام العالمي فيعرضها مدعيا أنه من أجل حقوق الإنسان. أسامة حضار في مشاركة ثالثة تقول: السعودية تعرضت لهجمة شرسة من الإعلام العربي، خصوصا الإعلام القطري الذي شيطن النظام السعودي وشن هجوما لاذعا. الإعلام الغربي كان حياديا ينظر إلى حرية التعبير واستهداف الصحفيين. على صفحتنا على تويتر تغريدة لرفعت بالخير تقول: الإعلام بصفة عامة يعتمد على من يموله، لكن الوقوع في المغالطات وعدم استخدام المنطق في التحليل هو السبب الحقيقي في إخفاق بعض وسائل الإعلام العربية، سواء كانت مع أو ضد هذا الطرف أو ذاك. حمزة حسين يقول: الإعلام العربي يغطي الحدث لتصفية حسابات مع السعودية، أما الغرب فيغطيه لزيادة الضغط وابتزاز المملكة، والنتيجة ليس هناك من تحرك لدافع إنساني، الكل لديه أجندات خاصة. طيب هل أعطى المشاركون يا حازم تفسيرا لما بدأ إنه تبدل مواقف الإعلام العربي منذ بداية القضية بعد الخمسة أو الأربعة أيام الأولى وبعدين العشرة وبعدين اليوم مرة أكثر من 25 يوما إذا لم أكن مخطئة؟ رشا، بالفعل هناك بعض التفسيرات المختلفة التي وردت في حوار اليوم والتي كان لنا نصيبا فيها بالطبع. مثلا هناك تغريدة نصيب كبير صحيح الواقع. تغريدة أحمد على صفحتنا على تويتر تقول:
بي بي سي عربي واضح أنكم أبطتم من المال القطري وخضتم هذه التغطية من أجل الأجندة السياسية وانحرفتم عن الحياد الصحفي والمهنية والشفافية إلى الدعاية والاستنتاجات والأحكام المسبقة. عبد العزيز عشري في مشاركة أخرى: السبب تبدل البيانات المرسلة إليه من الحكومة التابع لها، كل حسب رئيسه أو ملكه أو أميره أو سلطانه، فكيف سيكون إعلام موجه إن لم يتلو البيانات الواردة إليه بغض النظر عن تبدلها وتغيرها وتناقضها كببغاء. مشاركة أخرى في هذه التغريدة تقول: الذي يحدد اتجاه الإعلام العربي ليس البحث عن الحقيقة بل الهوى، فهو انقسم منذ اللحظة الأولى حسب ولائه للسعودية الذين هم في اصطفاف دائم معها، دافعوا بشراسة دون النظر إلى معايير المهنية والحرفية، وطبعا العكس بالعكس. محمد ياسين: إعلام يعتمد على الإثارة والتشويق لجذب الجمهور حتى لو كان بدون تحقق أو مصداقية، لذلك تتغير المواقف بتغير المصالح أو بظهور الحقيقة التي سبق تجاهلها. طيب، هل كانت معرفة مصير جمال خاشقجي الدافع الوحيد وراء التغطية من وجهة نظر المشاركين، تغطية سواء الإعلام العربي أو العالمي، وسائل التواصل الاجتماعي، الخطاب السياسي وغيرها، ماذا قال المشاركون بشأن هذه النقطة يا حازم؟ رشا، بالنسبة للبعض في الحوار ليس الدافع هو معرفة ما حدث لخاشقجي أو تقديم الجناء إلى العدالة، لكن هناك دوافع أخرى، منها مثلا ما كتبه خالد عبد الهادي يقول: هذا الحشد الإعلامي ليس لمعرفة مصير خاشقجي بل هي محاولة لقوى مناهضة لرئيس ترامب وحلفائه، جاءها كرت مقتل خاشقجي لتقوم بكل ما تملك من أسلحة بما فيها الإعلام لتسقط بن سلمان ولعلها تسقط بعد ذلك ترامب. مضر حماد: الكثير من التباكي على الخاشقجي هو لتشويه صورة الدول العربية التي أصبحت مادة سيئة في صحافة العالم، المستفيدون هم إيران، النظام السوري، الحوثيون ومن يدور في فلكهم مع ابتزاز واضح من قبل أمريكا وأوروبا. أخيرا تغريدة نائب رئيس مجلس الشورى العماني السابق إسحاق بن سالم السيابي يقول: المتابع للأحداث في قضية خاشقجي وردات الفعل الغربية وتسلسلها قد يخامره الشك في أن هبة هؤلاء المنتفضون ليست من أجل إظهار الحقيقة وتحقيق العدالة وهي مطلب، إنما قد يكون لنوايا مبيتة أكبر من ذلك تستهدف الأمة العربية. هو على أي حال مختصر لما وردنا سواء بشأننا أو بشأن قنوات أخرى أو بشأن الإعلام العربي، لكن أنا ممتنة لك يا حازم على ضم هذه الآراء بهذا الشكل اللي على الأقل لنستبين وجهات النظر. هناك أكثر من رد في الواقع فيما يتعلق ببي بي سي، ولكن على أي حال أولا اسمحوا لي أن نستمع إلى مشاركة مصورة وصلتنا من أمين إبراهيم من اليمن بالويبكام. ماذا قال أمين؟ الفرق بين تغطية الإعلام العربي والإعلام العالمي لقضية خاشقجي: الإعلام العربي انقسم إلى قسمين، قسم مدافع عن السعودية بدأ بتجاهل القضية، الهجوم على قطر، الهجوم على الإخوان، الهجوم على تركيا، التندر بشكل خطيبة خاشقجي، وعندما وجدت رواية رسمية سعودية حول القضية بدأ بتبنيها وتسويقها للرأي العام. كان موقفه ضعيفا جدا بسبب التخبط السعودي وعدم وجود رواية ثابتة ومتماسكة منذ البداية. الإعلام المناوئ للسعودية حاول استثمار هذه القضية وتوظيفها في تشويه صورة السعودية أمام الرأي العام الدولي، وليس بغريب أن تجد القناة مثل الجزيرة لم تعد قضية خاشقجي تتصدر نشرات الأخبار، وإنما أصبحت كل برامج الجزيرة وتغطيتها كاملة حول قضية خاشقجي. الإعلام العالمي وإن كان تناول القضية بمهنية أكثر، لكن الإعلام الأمريكي تحديدا استثمر هذه القضية في صراعه مع ترامب، خصوصا أن الولايات المتحدة الأمريكية مقبلة على انتخابات تشريعية. تحليل وافي من وجهة نظر السيد المفضال لما رآه أجندة أطراف فيما يتعلق بالتغطية، بينما أطراف أخرى تحدثت، أطراف صحفية طبعا تحدثت عن الأمر بشفافية وباحترام. قضية حصول الصحفي على الرشوة للتدليس، هذه قضية بشكل علمي إذن لكل ما عرض الصحفي في أي مؤسسة إعلامية لقضية نتحدث فيها عن اليمن يكون قبض من جهات لها علاقة بالحرب، ولما يتحدث عن قطر يكون قبض من السعودية، ولما يتحدث عن السعودية هو قبض من إيران. يا سادة، أرحب في الاستوديو بالأستاذ عبد الباري عطوان رئيس تحرير جريدة رأي اليوم العربية الإلكترونية. أستاذ عبد الباري، حضرتك لك تعليق باسمك وصورتك على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بهذه الحلقة للأمانة. دكتور خالد الجميح يقول أنه حضرتك مثال على بعض الإعلام العربي الذي هدفه فقط النيل والتشفي من السعودية. أعتقد أن هذه نقطة مهمة نبدأ بها.
أستاذ رشا، يعني وأنا لا أواجه حضرتك اتهاما شخصيا، أنا أتحدث عن يعني فئة من الصحفيين أو قطاع منا يرونه مدلسا. يعني ليش بدي أنا مثلا أكون عدو السعودية؟ أولا حصلت جريمة، وجريمة اغتيال وربما تقطيع جثمان أو خنق لصحافي وكاتب سعودي في القنصلية السعودية في إسطنبول. الحكومة السعودية اعترفت رسميا بأنها يعني كانت وراء عملية القتل، وتحقق مع 17 أو شخصا اللي هم هؤلاء أو 18 شخصا الذي قالت أنهم تورطوا في عملية الاغتيال هذه. بعدين كمان اعترفت مرة أخرى بأنه العملية الاغتيال أو القتل جرى الإعداد لها بشكل مسبق. أنا ماذا قلت غير ذلك؟ طب هل هذه حقائق؟ هذا اعتراف سعودي. طيب يعني بدنا نقول لهم والله يعني شكر الله سعيكم مثلا؟ يرون انه حضرتك ربما هم يرون، وهذا من بعض ما قرات حضرتك وغيرك بالمناسبه، وربما نحن منهم بي بي سي يعني لم نسلم، لكن الفكره هي انه كان هناك من وجهه نظرهم لعبه سياسيه، من وجهه نظر كثيرين في الواقع لعبه سياسيه تمارسها تركيا عن طريق الخطاب الاعلامي، التسريبات من دون وجود دليل، الحديث بصيغه انه ربما، اذ ربما، قد كان يمكن، وهكذا من جانب. والجزيرة مارست سياسة المكايدة، الجزيرة والإعلام القطري سياسة المكايدة للمملكة على خلفية الخلاف الخليجي. لا بس احنا يعني مش جزيرة، ولا احنا مع الإعلام القطري، ولا مع الإعلام السعودي، ولا مع الإعلام الإماراتي. يعني احنا تحدثنا على ضوء وقائع. يعني احنا لما نقول انه قتل في القنصلية السعودية في اسطنبول، يعني هل ممكن اتجاهل انا كإعلامي او ككاتب هذه الحقيقة؟ يعني اذا كان احنا قلنا هذه الحقيقة، وخاصة بعد ان اعترفت الحكومة السعودية رسميا بان الخاشقجي قتل في القنصلية، واعتقلت او تحقق مع 18 شخصية قالت أنهم تورطوا وعزلوا أكثر من شخص، عزلوا نائب رئيس جهاز المخابرات السعودي، عزلوا المستشار في الديوان الملكي اللي هو سعود القحطاني، وعزلوا آخرين. طب يعني إيش بنقول؟ نغطي إحنا يعني؟ طب إذا كان يعني السعودية اعترفت بهذه الحقائق، طب وين مشكلتنا إحنا كإعلاميين؟ لازم ما نحكيش أبدا؟ نسكر ثمنا؟ في الواقع أنه أتمنى يكون معي من المشاركين، كان معي مشاركين ذهبا أدراج الرياح من السعودية، إذا تمكن الزملاء من استحضار مشارك من السعودية ذلك سيكون أوقع لطرح السؤال التالي. على أي حال أستاذ أحمد المواشي من العراق، مع كل الاحترام والترحيب بحضرتك دائما، هل في ذلك خطأ أو عيب أنه الصحافة دفاعا عن حرية التعبير وعن زميل صحفي تقوم ولم تقعد في كل أخبارها تقريبا، ولا تغيب ولا اليمن ولا سوريا ولا غيرها، دفاعا عن حرية التعبير وعن جمال خاشقجي القتيل؟ ما العيب في ذلك؟ لا على العكس ليس هناك عيبا، ولكن لا يمكن استبعاد مسألة السائر الموجودة ما بين قطر وما بين السعودية، استخدمت إعلاميا إلى أقصى حد. هذا من ناحية. من ناحية ثانية أن قتل مواطن واحد طبعا هي جريمة، لا يمكن إنكار هذه الجريمة، ولكن قتل الشعب بكامله، إبادة الجنس البشري في اليمن، كان يجب أن يسلط عليها الإعلام القطري. وحضرتك تعتقد أنه لم يسلط الضوء من جانب مثلا المحطات العالمية لما حدث في اليمن؟ نحن ليل نهار لمدة 6 سنوات لا نتحدث إلا على اليمن وسوريا والعراق ومصر وإلى آخر وليبيا طبعا. صحيح، ولكن هناك فرق كبير بين الجريمتين، بين جريمة إبادة جنس بشري لشعب اليمن قتل فيه مئات الآلاف، وبين قتل شخص واحد. أنا مع التحقيق وكشف ملابسات جريمة قتل الصحفي خاشقجي، ولكن أعتقد أنه الشعب اليمني كان يستحق تركيزا أكثر. ما رأيك أستاذ عبد الباري، هل كان هناك تغييب؟ شكرا لحضرتك جزيلا أستاذ أحمد المواشي. هل كان هناك تغييب للقضية الفلسطينية، للأراضي الفلسطينية المحتلة، لما يحدث في غزة، مسيرات العودة وغيرها، طول الفترة التي ناقشنا فيها الأستاذ جمال خاشقجي؟ لا، أنا يعني في تقديري يعني دائما نحن رجال أعمال أعلام، نحن يعني نركز على القضايا الساخنة. قضية حضرتك تحدثت لأن نحن رجال أعمال ثبت علينا الاتهام. لا أنا آسف، يعني مو أعمال وإعلام، يعني في حرف واحد الفرق يعني. ما بيعمل كوارث الحرف. إحنا طب ما صححنا، هنعمل إيه؟ يعني هم واقفين على الحرف يعني مش. لا هل تعتقد حضرتك إنه بالفعل هناك تصيد يعني للأداء الصحفي في التعليم؟ لا، هذه قضية عالمية.
يعني اصبحت جزء من الانتخابات الامريكيه النصفيه، يعني فيها دول عظمى يعني مهتمه بهذه القضيه، عندك الولايات المتحده الامريكيه، عندك يعني كمان تركيا دوله اقليميه عظمى، عندك ايضا اوروبا، كل الاتحاد الاوروبي واوقفوا ارسال يعني مندوبين للمشاركه في المؤتمر الاستثمار الاقتصادي في المملكه العربيه السعوديه احتجاجا، عندك الراي العام العربي كله منشغل في هذه القضيه، يعني انا بعرف يعني من خلال متابعتي ومن خلال يعني تحريري لجريده مثلا انه لا يريد المواطن العربي ان يقرا اي شيء طوال هذه الفتره الا ما يتعلق بجمال خاشقجي والتسريبات حول كيفيه مقتله. طيب احنا غطينا اليمن يعني اربع سنوات حرب اليمن اربع سنوات، هل تفسر اي كلمه مثلا على مواقع التواصل الاجتماعي ليس فيها لا كلمه سعوديه ولا جمال خاشقجي ولا غيره، على انك بالتاكيد تقصد السعوديه، بالتاكيد تقصد مقتل جمال خاشقجي وما الى ذلك، هل يعني هل حدث لحضرتك ذلك او لزملاء صحفيين؟ يا سيدتي والله ايش ما نقول سيهاجموننا، ايش يعني والله لو قلنا بسم الله الرحمن الرحيم حيقول ليش قلت بسم الله الرحمن الرحيم يا عبد الباري عطوان، لو قلنا احنا والله يعني السعوديه احسن بلد في العالم حيقول ايش قصدك من السعوديه احسن بلد في العالم، يعني هاي المشكله انه في ناس وفي جيوش الكترونيه يعني، وهذه لا تعبر عن الشعب السعودي ولا تعبر عن الشعب القطري او الشعب المصري، يعني جيوش الكترونيه يعني هدفها هو ارهاب الاعلام والاعلاميين. بس هم يقولون انه كلما وضع الصحفيون في مأزق يتحدثون عن اللجان، بينما هؤلاء مواطنون يدافعون عن أوطانهم. يا سيدتي دافعوا عن أوطانهم ما فيش مشكلة، طب يعني زميل صحفي وقتل بطريقة بشعة، طب يعني في الأول أنكروا، كانت هناك حالة إنكار ثم اعترفوا، طب معنى ذلك إحنا كنا على حق عندما ركزنا على هذه الجريمة البشعة اللي يعني فعلا يعني شوهت صورتنا ليس فقط السعودية. طيب. بل صورت صورتنا كعرب وكمسلمين. أنا أريد أن أستأذن حضرتك أستاذ عبد الباري إذا سمحت أن تبقى معي للجزء الإذاعي من البرنامج، لأنه أريد أن حضرتك ترد على المشاركين على الهواء مباشرة، أنا أطلب منك لو سمحت أرجوك. بس أتمنى أن تكون يعني الاتصالات موضوعية وعلمية. تهيأ لي حضرتك يعني لدينا باع طويل في العمل على الهواء باستضافة حضرتك. أستاذ عبد الباري عطوان رئيس تحرير جريدة رأي اليوم العربية الإلكترونية وافق مشكورا أن يبقى معي الجزء الإذاعي، وسأذهب بحضراتكم إلى راديو بي بي سي الآن، هذا النقاش لم ينتهي، الصحافة لن تصمت.